بأكل ثلاث وجبات للحصان، فطور غدا عشاء، نفس البني آدم، تمام؟ بتقسم حسب صاحب الحصان شو بده يطعمي. احنا عندنا من هون بنطعمي شعير، بنطعمي تبن، بنطعمي نخالة. يعني وجبة الفطور بتكون عبارة عن شعير وتبن، وجبة الغدا تبن لحال، وجبة العشاء شعير وتبن، أو إذا بكون في نخالة برضو بنطعمي نخالة. الأكلات اللي بحبها الحصان أو الشغلات اللي بحبها الحصان أكثر من هاي الشغلات أو اللي بتقدر تتودد للحصان فيها، مثلا التفاح أو الجزر أو الشغلات هاي، هاي الشغلات الحصان بحبها أكثر إشي. هذا الطعام الصحي. يعني إحنا بنقسم كمية الأكل على حاجة الحصان، يعني الحصان بأخذ حاجته من الأكل بس والباقي بخرجه، تمام؟ يعني إذا زدت له مش راح يستفيد، فإحنا بنقسم حسب حاجة الحصان وقديش بيستفيد، حسب حجمه وشو بيشتغل، كيف بيشتغل وقديش بيشتغل، تمام؟ هاي الشغلات كلها بتأثر. تمشيط الخيل في مناطق يومياً، والديل حسب الحاجة، يعني بالأسبوع ممكن مرتين عشان ما يتكسر شعر الحصان وما ينسحب الشعر لتحت مع المشط. بس عند شعر الرقبة هاد بقدر أمشطه كل يوم. الأمراض بالطبيعة يعني نفس الأمراض اللي بتصيب البني آدم، بس في أمراض ممكن تأثر على الخيل أكثر من البني آدم، زي المغص مثلاً. هذا إذا ما قدرنا نعالجه وقت محدد ممكن أنه نخسر الحصان. والكسر كمان ما بنقدر نعالجه كثير، يعني ما في حالات بتتعالج بالكسر. الكسر يعني موت الحصان أو إنه ممكن نخسره. وفلونزا ورشح والشغلات هاي، كل الأمراض اللي بتصيب البني آدم بتصيب الحيوان، بس في شغلات زي ما حكيت لك ممكن تؤدي لموت الحصان، مش زي البني آدم ممكن نعالجها بسرعة وتكون خفيفة عليه. تطعيمات، في فيروس جديد طلع اسمه حمى النيل، هذا التطعيم لازم يتاخد كل سنة، تطعيم حمى النيل اسمه. في تطعيم تاني للصرع اسمه هيربز، وفي التيتانوس هذا للتسمم. هاي التطعيمات اللي لازم الحصان يخدها بشكل دوري. تتفاوت فترات نوم الحصان بين الليل والنهار وبين النوم الخفيف أو القيلولة أو النوم العميق، حيث يغفو الحصان لفترات متقطعة خلال ساعات النهار، في حين ينام مستلقياً بشكل أعمق على الرغم من كونه متقطعاً أيضاً خلال ساعات الليل. وتختلف الخيول في عادات نومها تبعاً لاختلاف أعمارها، إذ تقضي صغار الخيول أكثر من نصف يومها في النوم وفترات القيلولة، ويقل هذا المعدل تدريجياً بعد بلوغها الشهر الثالث من عمرها. بس انت بتختار انو الحصان اللي بدك تزوجه لهاي الفرس بالواقع اللي عندنا، يعني بواقع الاسطبل. اما بالحياه البريه ما بتقدر تتحكم، تمام؟ يعني بتختار الحصان هذا تزوجه للحصان. يعني ممكن تعتمد على السلاله او على دم الحصان، انه تخلط الدم او تخلط السلاله حسب انت شو بدك، لشو بدك الحصان. بلزمها عنايه اكثر، يعني الارضيه تاعتها لازم تكون طرية شوي، بتزيد لها شوية نجارة وتكون غرفتها نظيفة أكثر. فترة حمل الحصان يعني بتكون ل 11 شهر، عناية الحصان بتكون أو لازم تكون غرفته نظيفة أكثر، لازم تكون الأرضية تاعته ناعمة أكثر عشان الحصان بتقل وزنه، لأنه بتكون الفرس حاملة كمان وزن فوقها. طبعاً كيف بنختار إنه شو السلالة اللي تكون؟ إحنا بنكون فاهمين شو سلالة الفحل اللي بده يتزوج مع الفرس هاي، حسب احنا شو بدنا وشو بدنا نطلع منه. يعني النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اوصى بالفرس اللي هي الخيل الانثى، بطونها كنز وظهورها عز، يعني لانه لحمل الحصان انه ممكن تطلع لك كمان اشي ممكن تستفيد منه. فالفرس دائما بتكون احسن من الحصان من ناحيه قدرات، بيختلف، ممكن يكون حصان أحسن من فرس، ممكن تكون فرس أحسن من حصان، تعتمد على التدريب وعلى العناية وعلى الشغلات هاي. الخيل الصغير بضل مع أمه لحد 3-4 شهور، تمام؟ بضل مع أمه بنفس الغرفة، بعدين بتم فصل المهر عن أمه، وساعتها بنصير نتعامل مع المهر كأنه حصان لحاله. في سلالات كتير، يعني إحنا المتعارف عليه أو اللي بنعرفه أكتر إشي اللي هو الخيل العربي، تكون استخداماته للسرعة لعروض الجمال. في عنا الخيل الإنجليزية نستخدمها لرياضة قفز الحواجز زي ما انت شايف هون، نستخدمها لرياضة تانية اسمها دراساج، يعني هذا اللي عنا بفلسطين اللي احنا أكتر إشي بنتعامل فيه. بس في سلالات كتير للخيل ممكن ما مش موجود منها عنا هون، بس بالعالم كتير موجود سلالات. المهر بتبلش معه شوي شوي، طبعا هو راح يرفضك وراح يرفض أي حدا أنه يطلع على ظهره، وراح يعاند ويذاكر. بس هاي الشغلة بتبلش بالتدريج،
يعني بتبلش تحط على ظهره إشي إشي، يعني أول إشي بتحاول تمشيه أنت، بعدين بتحاول تخليه يركض، بعدين بتحط على ظهره إشي بالتدريج لحد ما يهدأ ويعرف إنه حدا بده يركب عليه. يعني حتى لو لما أنت بدك تيجي تركب عليه راح يكون في حدا تاني ماسكك لحد ما يتعود على الوضع هذا. الخيل عندنا طبعاً كلها أو أغلبها خيل مدرسة، فهي خيل مدربة ما راح تأذي الطفل اللي راح يدخل عليها. طبعاً كل طفل بيكون عنده حاجز خوف، طالما كسر هذا حاجز الخوف ممكن إنه الطفل يعمل أي إشي مع الحصان، والشغلة سهلة وما بتخوف. يعني الخيل حيوان ودود، يعني مش ممكن إنه يأذيك لأي إشي، فبتقدر تتعامل معه براحتك، بس بدك تعرف كيف تتعامل، ما تضايقه ما تعصبه وتشتغل معه صح. في ناس بنولد معها حب الخيل زي أنا، يعني بلشت من أنا طفل صغير، يمكن عمري كان 8 سنين لما بلشت أنا أركب خيل. يعني لو وصلت لحد اليوم عمري 28 سنة ومش قادر أترك هذا الإشي. فالإشي بيكون من جواتك، أنت بتحب الخيل إشي من جواتك ما بتقدر تتركه. الخيل إشي كتير حلو، يعني بغير نفسيتك، بتعمل رياضة منيح، بحرك كل جسمك، مخك حتى بتحرك. يعني الخيل رياضة الخيل مش بس جسم، مخك كمان بده يتحرك، بده يفكر، بدك تشوف كيف بدك تعمل مع الحصان، كيف بدك تركب عليه، شو بدك تعمل معه، كل هاي الشغلات كلها راح تكون بمخك، والإشي بتمرين للجسم وللمخ مع بعض. يبلغ متوسط السرعة التي يركض بها الحصان حوالي 48 كيلو متر في الساعة، ولكن مقدار سرعة الحصان القصوى أعلى من تلك بكثير، ويشير كتاب جينيس للأرقام القياسية إلى أن مقدار سرعة الحصان القصوى المسجلة كانت حوالي 70 كيلو متر في الساعة. الزوار عندنا ما بيعرفوا للخيل، ما بفهموا انه شو لازم ياكل الحصان، فبتلاقي ولد صغير مديله حبه بامبا او حبه شيبس خوفا من المغص زي ما حكيت لك، لانه كتير خطر هاي الشغلات، ممكن تسوي مغص للحصان، فهاي ممنوع ياكلها الحصان، والحصان بصيبه تسوس، وهذا اغلب الناس ما بتعرفه. فالشوكولاته او البسكوت اللي بكون في ايدنا احنا للبني ادم ما بزبط الحصان ياكله. اذا بدي اطعم الحصان سكر بطعميه من السكر الفضي اللي بيكون صغير، اللي حبته صغيره وحبه بس يا دوب، يعني لانه الحصان اسنانه كمان بتسوس زي ما حكيت لك. والشغلات هاي المصنعه كلها خطره للحصان ومش لازم ياكلها. يعني احنا نتنجه للخضره والفواكه اكثر مع الخضر عشان نتجنب كل هاي المخاطر. اذا بدك تريح الحصان خلص لما بنكسر، يعني عشان ما يضل يتوجع لانه مش راح يخدمك بعد هيك، بدك تريحه فيا بتطخه يا بتعطيه ابره عشان يموت. هسا انه يتعالج او ما يتعالج صعب كتير انه يتعالج، لانه الحصان تعرف طبيعته بضل يتحرك زي ما انت شايف، يتحرك كتير وما بوقف بمكان ثابت، والكسر بدك تضلك مثبته تمام، وهذا الاشي صعب صعب جدا. اول بدايه اليوم الحصان يعني بالعاده بتنظف غرفته زي ما انت شايف، كله هذا الصبح كله بنشال عشان الحصان يضل على ارضيه نظيفه. بنحط له فطور، طبعا الفطور بكون محدد بساعه معينه، بنحط له الفطور، بعدين ممكن تفلته او بس يخلص فطوره بعد ساعه زمن، ممكن انك تطلعه تعمل له تمرين او تفلته لحاله، وبعدين بنعمل له حمام وبتنظفه لينشف، وكل المي تنزل عن جسمه بترجعه غرفته يرتاح لحد وجبه الغداء. بعدها المغرب العصر ممكن كمان تطلعه او تركبه او تمشيه. في كتير شغلات، يعني ممكن انك انت تركب الحصان، ممكن انك تعمل له لونج تمام، اللونج اللي هو انه تكون رابط الحصان في حبل ويلف حواليك بحركه التروت والكانتر اللي هي الركض البطيء والسريع والمشي تمام، عشان حركات عشان عضلات الحصان تضل تتحرك وتضل مرخيه. او انك ممكن انك تفلته ويتحرك بطبيعته، لان الحصان بنعرف احنا بطبيعته بري تمام، بحب انه يتحرك لحاله. هاي الشغلات. بالبرد بنلبس الحصان اشي اسمه كوبان، هذا بيجي زي الاحرام بيحميه من البرد. بالحم يعني الحصان بتحمل الحم لحاله، يعني ما بنعمل له اشي الا انه حمام بالصبح والمغرب، بتحمم الحصان عشان يبرد حاله. هاي الحوافر طبعا هاي حدوات بتنحط للحصان، نفس البوت تاع البني ادم تمام، نفس البوت تاع البني ادم، لانه هون عند الحصان في اشي اسمه زي جلدة هون بتيجي على شكل مثلث اسمها بيت النسر، مش لازم يضغط عليها الحصان ما يكون عليها ضغط، فبنستعمل هاي الحدوة عشان ترفع حافر الحصان وما يخبط هذا اللحم في الأرض، فبيمشي براحته أحسن.
هاي اللغة زي لغة الجسم، يعني لغة الجسم تاعت الحصان. وأكتر إشي ممكن تفهم على الحصان من دينيه مش من أي مكان تاني. يعني إذا بيكون هيك بيكون مركز على إشي معين، إذا بتكون دينيه هيك، إذا بيكون دانه لورا شوي بيكون خايف، إذا بيكون دانه لورا كتير بيكون معصب ومش لازم تقرب عليه لأنه ممكن يضربك بأي وقت. أكتر إشي لغة الحصان مع الدان، تمام؟ هي الدان اللي بتفرجيك إنه الحصان شو بده أو شو كيف حاسس.